نعم، كيف تلقيتم سيد بلال يعني ردود الفعل من اللاجئين السوريين الذين يعني وصلتهم أخبار هذه الحملة وأثنوا ثناء كبيرا على يعني المساهمين والذين شاركوا وتبرعوا من خلالها؟ يعني الذي سمعناه حتى الآن، حتى أكون صريح، يعني الكل يثني والكل يشكر، لكن نحن الآن بصدد العمل على ترتيب وتجهيز ما تم الاتفاق عليه بيننا وبين المؤسسة الرسمية التي تم التعاقد معها. نحن يوجد بيننا مراسلات رسمية، تم التوقيع على الاتفاق بشكل مبدئي وبشكل أولي. نسأل الله العلي القدير أولا أن يتقبل من أهالي بلدة سور باهر ومن المتضامنين مع هذه الحملة وكل الحملات التي كانت في مدينة القدس الشريف، ولا أستثني أحدا، من شمال القدس إلى جنوبها كانت هناك حملات رائعة جدا سطر بها أهل القدس فعلا معاني التضحية والأخوة والإخاء والإباء لإخواننا المستضعفين والمظلومين في الشمال السوري. فهناك ترتيبات معينة بعد أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بشكل كامل، بشكل كامل وبشكل كامل، نستطيع القول أننا نجحنا في هذه الحملة. حتى الآن نحن أنهينا الجزء الأول من هذه الحملة والمحطة الأولى. المحطة الثانية والمهمة في نظرنا والتي هي أمانة في أعناقنا بأن نؤدي يعني الواجب الذي يعني يسره الله لنا، بأن تصل هذه الأموال إلى مستحقيها وتصل إلى الهدف الذي رسمناه من البداية. أولا إقامة قرية وإيواء إخواننا اللاجئين، عددهم أكثر من 260 وحدة سكنية أو 250 وحدة سكنية بما فيها المرافق، وأهمها المسجد الكبير باسم المسجد العمري، وأيضا مساعدات عينية ستصل إن شاء الله خلال الأيام القريبة القادمة باسم أهالي بلدة سور بهر، وأيضا هناك حملات سريعة جدا باسم مناطق وأحياء مقدسية ستكون بشكل عاجل إلى إخواننا اللاجئين.